أنا خالته لسامر وحود، وهي عم فرجيكم بيتنا. اللي بيقول هو وبيقول بيطلع بالبث المباشر وبيقول إنه بيتبرع للناس بسوريا 20,000 دولار. هاي نحن بيت جده، إذا هذا بيت جده أنا الناس هدون عم يتبرع لهم. السلام عليكم اخواتي الكرام، مساء الخير. انا زينب احمد كنعان من اللاذقية، خالته لسامر وحود. عم صور لكم هون بيتنا. هاي مطبخنا، هاي المطبخ، هاي سقف المطبخ عنا توتيا، هاي سقف المطبخ عنا هون، هذا مطبخنا، هذا مطبخنا، هذا هو موزع الكريدور عنا، هذا هو هون، هذا حمامنا محل ما بنتحمى، هون الحمام كمان توتيا مثل ما انكم شايفين. هون الحمام محل ما بنتحمم، طبعا وقت بنتحمم نقطة المي اللي برا وقت بيكون في مطر بتنزل كلها علينا مثل ما نكون شايفين، ما في داعي اشرح اكثر من هيك. وهي هون الغرفة، هيدا سقف الغرفة، طبعا هون كلياته نشش بنش علينا مي. هون سقف الغرفة، هون الحيطان، هيدا السقف، هون كمان كلياته بده يهبط مثل ما نكون شايفين، ما في داعي لحتى احكي انا، أكيد أنتم شايفين مبين كل الوضع هون بالتصوير الفيديو كله مبين هون بالتصوير. أنا خالته لسامر وحود، وهي عم فرجيكم بيتنا. اللي بيقول هو وبيقول بيطلع بالبث المباشر وبيقول إنه بيتبرع للناس بسوريا 20,000 دولار. هاي نحن بيت جده، إذا هذا بيت جده أنا الناس هدون عم يتبرع له. إذا هو مكتوب بكتاب الله العظيم إن الأقربون أولى بالمعروف، وين احنا ما عم نشوف شيء من هالشيء. وانا امي مرة عازة وكبيرة، طبعا سكته هي، مع مرض القلب ومع الضغط وبتاخد ادوية، بيبعت كل شهر لسته 200 دولار، هلا صار عم يبعت 100 دولار، هلا صار من فترة صار يخصصوا له كل شهر 200,000 سوري. وهون عايشة معه خالته مريضة كمان عقليا، وخاله عامل حادث باجره الله يكون بالعون. انا خالته مطلقة وعايشة عند اهلي، عندي 3 بنات، كان يبعث لي 100,000 بالشهر. طبعا هذا اللي بيقول ال1,000 دولار اللي بعتها لسوريا، ما في هذا الشيء كلياته اللي كان اللي عم يقول انه بيبعت 20,000 دولار على سوريا تبرعات. احنا ما شفنا من هالشيء، كل ما عم نقول له لامه بعت مصاري، بعت لنا مصاري، اجى وقت المصاري تقول شو موظفين، قبل بيوم، قبل كم يوم، بعد كم يوم، ما بيأثر. وما في داعي احكي لكم انا كم بيت سامر وحود عنده بتركيا، اكيد انتم بتتابعوا فيديوهاته وبتعرفوا شو عنده. إذا بوط ابنه، بوط ابنه بتقول سامر وحود حقه 700 دولار، إذا بوطه اللي بيلبسه، ما بالكم شيء تاني. وأكيد أنتوا بتتابعوا فيديوهاته وكل شيء، كل شيء. أنا ما بدي منه شيء، لاني عم صور الفيديو كرمال شيء، بس لاني ما عاد فينا نتحمل مكتر ما عم يزلونا بالمصاري اللي عم يبعتوها. لأنه رب العالمين وقت اللي بيبعت خير لهيك ناس وبيبعت لهم المال لازم يعرفوا كيف بدهم يوزعوه وكيف بدهم يصرفوه. وأنا ما بدي منه شيء، لا أهلي بدهم شيء، نحن مكفيين، الله كافينا، نحن ما بدنا منه شيء. بس عيب يقول إنه هو عم يبعث لناس بسوريا وعم يبعث لهم 20,000 دولار ونحن بجدة عايشين هالعيشة هيدي. شوفت عينكم أنا هذا صورته، وإذا بده ينكر بالفيديوهات ويقول إنه هذا ما بيت جده، خلي يصور بيت جده الحقيقي ويصور سته تطلع بالفيديو وتقول إنه هذا مو بيته. سته اسمها حفيظة عبده، هز التوتة، وهو ربي عن بيت جده، طلع بالبث المباشر عم بيقول، عم يحكي عن قصة حياته إنه هو ربيه بالحدائق وبالشوارع، بيت جده اللي ربوه، نحن اللي ربيناه، ربي عنا، عن جده أحمد نديم كنعان، هو اللي رباه، هو اللي كبره. وبيقول إنه هو ربي قاعد بالشام، صار يناموا بالشوارع ويناموا بالحدائق، بيت أهله، بيت جده ما استقبلوه، كذب هذا الحكي. وقت بيطلع بيبكي بالفيديوهات كله هذا كذب، ونحن ما عاد نتحمل هذا الشيء. فحبيت فرجيكم بس العيشة اللي نحن عايشينها، وبس البث المباشر
بس لحتى فرجي الناس بيت جده لاستعمر وحود اللي قبل سوريا كيف بس عايشه. انا ما بدي اكثر من هذا الشيء يوصل للناس كلها وتشوف سامر وحود اللي عنده ثلاث بيوت كيف بيت جده عايشين بسوريا. وهيدي هون الكهرباء عنا بالصالون، وقت بينزل المطر هون مثل ما نكون شايفين بيدلف السقف تنزل على الكهرباء والكهرباء بتضرب. هداك اليوم شعلت الكهرباء ما طفت الا رب العالمين ما طفاها للكهرباء، مثل ما نكون شايفين هذا الصالون حتى هون كمان ها في نشش كمان بالسقف ليك، وكله كمان هذا الصالون كله مشعلين لهون، حيطان كلها هون مفسخه مثل ما نكون شايفين. هدول ابواب بيتنا، ابواب بيتنا حديد. يعني من يوم اللي صار سامر وحود نحن ما غيرنا شيء بحياتنا، هي نحن وهي حياتنا مثل ما نكون شايفين. وانا ما عندي اي اثبات بدكم اياه، انا موجوده عندي، ببعث لكم صوره هويه امه، ببعث لكم صوره ابوه عبده عبد الواحد وحود اللي بدكم اياه انا موجوده ابعته، حتى صوره هويتي مستعده ابعتها اني انا ماني كذابه وانا خالته زينب احمد كنعان اخت امه. وهي فرجيتكم البيت وصورت لكم اياه، وهي برجع بفرجيكم الفيديو هون، الفيديو الكريدور هون الموزع عنا كيف كلياته توتيا هون. هون نقطة المي اللي بتنزل السما بتنزل علينا مثل ما نكون شايفين هون. فرجيتكم بأول الفيديو المطبخ، هذا هو المطبخ. نحن ما بدنا منه شيء بس صار يزلونا ذنب المصاري، نحن ما شفنا منه شيء مثل ما انتم شايفين. قالت لأمه ليش ما بعثتي لي مصاري هذا الشهر؟ قالت لها بعثت لك 70,000 70,000 و50,000 120,000 بدهم يكفوها لحجة تاخذ دواء ضغط ودواء قلب. وفي ناس فاعلين خير بيتبرعوا لها بحق الدواء، نحن بحاجة سامر وحود ابن اختنا ويكون هيك وضعنا، ما بدنا نحن خلص. بس انا حبيت بس مباشر وفرجي بس العالم بيت جده لسامر وحود كيف شكله اللي عم يطلع بالبث المباشر ويقول انا بعطي للناس وببعث لسوريا انا 20,000 دولار وبعطي الناس. شوفوا هذا غازنا اللي نحن بنطبخ عليه، هذا بيتنا، هذا نحن ما غيرنا شيء بحياتنا. وانتم بتعرفوا صرف سوريا كيف، نحن مثلنا مثل اي عائله بسيطه، بنستنى جره الغاز لحتى يجي وقتها كل ثلاث شهور، مثلنا مثل اي عائله بسيطه، ما بنشتري الغاز حر ابدا. ما بنشتري الحر، حتى الخبز، طيب الخبز بيطلع لنا باليوم على البطاقه الذكيه، مثلنا مثل اي عائله، ما تفكروا يعني لانه سامر وحود ابن اختنا بيت جده نحن عايشين باللوج. هو بيبقى على اساس طلع بس المباشر عم يبكي عم يقول اني انا بدفع ببعث لعالم 20,000 دولار على سوريا. نحن القبلانين يبعث لنا كان 1000 دولار كل شهر ونحن بنقول بألف نعمه من الله، هيك انتم مفكرين اهل بيت جده لسامر وحود انه اغنياء وعايشين؟ هذه عيشتنا. انا حبيت بس صور البيت وفرجيكم اياه، والسلام عليكم. والله العظيم وعزة جلالها، هي أول مرة بطلع فيها بهي العالة أنا على اللايف، والله العظيم هي أول مرة وعزة جلالها بوصل لهي المرحلة على اللايف. شو بدك مني أنت؟ بدك ياني أمسك هاي الكاميرا وروح على المخيم وصور أهلي؟ لك يا زلمة لحتى تقول الله الله يبارك فيه؟ لك يا زلمة قديش كنت تافهين؟ لك شو هالمجتمع يلي وصلنا له نحن اليوم يا زلمة؟ شو هلك شو هالقمة التفاهة اللي وصلنا لها؟ لك أمة الله داعي لك يا رب. باشا السؤال، وأنا بدي أخذ إذنك إنه هذا الشيء أنا يعني ينبس عندي مثلا إنه الناس تسمعه من خلالي من يوتيوب أو عندي بالفيسبوك أو غيره، عندك مشكلة؟ لا باشا باشا حضرتك شو بتشتغل؟ صراف مكتب حوالات. طيب باشا أنا الله يرضى عليك الله يرضى عليك، بس من عندك شيني من الناس الثانية اللي أنا ببعث من عند غيرها؟ باشا أنا شو تكلفتي الشهرية كل شهر؟ ما يقارب أحيانا توصل لل 20,000 دولار، أحيانا 17 دولار، أحيانا يعني يتجاوز المبلغ شوي أو ينقص شوي، بس تقريبا من عندي أنا اللي بيطلع حساب إلي عندك شي 20 ل 17 زايد شوي ناقص شوي. طيب ماشي خالد الله يعطيك العافية الله بس باشا أنا هي الأموال استحلفك بالله، مين في شخص من بيت وحود بيستلم؟ استحلفك بالله استحلفك بالله
مين في من بيت وحود بيستلم؟ الاسماء اللي تجيني بشكل عام، بشكل عام ايوه ما فيها كنيت وحود، بس ما في اسماء متشابهه بشكل عام يعني، وكل عم تروح مبالغ صغيره نوعا 500 200 300 400 200 500. تمام باشا، تمام تمام، الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير يا خالد.